لم أعد عبئا، أصبحت سندا، هذا ما يقوله لسان حال النسوة هنا في دورة بدأناها ليتلقين فيها مبادئ الدفاع المدني والإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع حوادث القصف والحرائق. أم فواز استشهد ابنها قبل حوالي عام، فأرادت أن تكمل الطريق الذي بدأه. ابني استشهد وحبيت أن أساعد الشباب والعالم، يعني اللي بينطعنوا وبينجرحوا هيك، نحن جينا يعني لهالمطرح هذا يعني نتعلم فيه مشان نساعد العالم. أدنا ما نقدر نحن نشيل السلاح، بس نحسن نساعد العالم حوالينا بهالحالة هاي، نحسن نساعد العالم إذا كان الواحد وقع أو انجرح أو انطعن أو شيء كنا يعني حواليه. يقوم على الدورة مركز الإناث في الريف الغربي لمحافظة حماة التابع لمديرية الدفاع المدني، وتتضمن الدورة التوعية من مخلفات الحرب وكيفية التعامل مع حالات القصف بالغازات السامة، بالإضافة إلى معلومات طبية في كيفية التعامل مع الكسور وطرق الإسعاف وتركيب القسطرة والسيروم وخياطة الجروح وتبديل الضماد وإلى ما هنالك من الأمور الطبية. حبيت أعلمهم إعطاء الحقنة بشكل جيد، إذا كان في نزف كيف يعرفوا يتصرفوا معه، إذا كان في كسر يعرفوا كيف يتصرفوا معه، إذا كان موجود حرق لطفل عندنا ما بالأسرة كيف نتعامل معه. فتضمنت هذه الدورة توعية وإسعافات أولية. يعتبر الدفاع المدني من أخطر الأعمال في سوريا، وبالرغم من ذلك بدأت المرأة السورية العمل فيه لتشارك في عمليات الإخلاء والإسعاف، ويشهد الشمال السوري ازديادا ملحوظا في أعداد العاملات في هذا المجال والعديد من المجالات الأخرى. تهدف هذه الدورات إلى تحويل المرأة السورية من مستهلك إلى منتج في المجتمع، تماشيا مع الأحداث التي تجري في سوريا. محمد الفيصل، أورينت نيوز، ريف حماة.